نجح مرور حائل في القبض على متهور اعتاد التفحيط داخل أحد الأحياء، وذلك بعد تلقي إشارة من تغريدة أحد المواطنين أوضح أن السائق اعتاد على القيادة المتهورة داخل هذا الحي. وأضاف المواطن في تغريدته بأنه تمكن من رصد بيانات المركبة واحتفظ بها، مؤكداً أنه تلقى رداً من حساب المرور السعودي عبر تويتر في الرسائل الخاصة للحصول على معلومات المركبة، وفي أقل من 12 ساعة من الحصول على بيانات المركبة تمكن مرور حائل من تحديد مكان المركبة والقبض على قائدها وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. طبعاً سلطان، في مثل هذه الأخبار دائماً في أخباركم نستعرض جهود المواطنين وما يقومون به من أفعال مشرفة بالفعل ومواقف مشرفة تجاه تطبيق مقولة المواطن رجل الأمن، الأول صحيح. هو شريك لوزارة الداخلية في تطبيق النظام وفي حفظ الأمن كذلك. كذلك تجاوب حسابات المرور عبر التواصل الاجتماعي مع مثل هذه التغريدات ورصدهم في ساعات يعني قليلة من انتشار بعض المقاطع أو الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن حسابات المرور تغرد أنه تم التعامل أو الوصول إلى هذا الشخص، ويتم التعامل معه طبعا وفق هذه الآلية. نوصل الجميع دائما بالتعاون مع رجال المرور، كذلك رجال أمن الدولة، والمواطن هو رجل الأمن الأول.